السلام البنات، صباح الخير. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير، صبحتم مليح. انا ما عنديش بزاف من اللي نصت عندي، راهي دقيقه راهي الوحده ونص. صليت وخرجت، حبيت نشري لاباتش فيتي بالنسبه للبنات اللي حابين يشريوها واجده. انا نشريها من عند فتافيت، ندخلوا قالوا لي راهي متواجده هنا. هذه البلاصه ما تشوتنيش، نعاود ندور من هي بزاف لاباط. اسمحي لي قالوا لي مليحه بزاف لاباط تاعو لي بها. ندخلوا نشوفوا مع بعضنا. السلام عليكم. شوفوا كي تدخلوا البلاصه تحبسوا فيها بزاف حوايج، تجيب تشري بحاجه تلقاو حوايج اخرين. استغلوا المشيه تاعكم وكي تمشيو استغفروا وصلوا على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. جديد هذا لا غوم تاع سنيكرز، تقدروا ديروها مع ليموس ومع لي غاتو عطر بغالين، عطر التوت هذا ما نعرفه، هذا ما نعرفوش، عطر الكاسيس. كاسيس شو الكاسيس بنات؟ توت اسود. الريون هذا يبيعوا فيه شوكولا، حلبة الترك، تاي نورمالمون، تاي عسل، كونفيتور هذا مليح بزاف، سوغيز. هذو شغل فواكه جافة تاع بوغ لا ديكوراسيون تاع لي غاتو. نيستلي هذا ريون كامل فيها حوايج هذا تاع الحلويات، كابريس ذايبة هذي ليكيد. درك ما لقيتش لا فاتوريتي، دارو سباس كتا تاع لي صوص و اجبان لي كريم فخاش بكل انواعها. انا نستخدم واحد لا كريم فخاش اسمها قزدة طازجة، نسيت هذوك، انا حطيتها لكم في الفيديو السابق، روحوا شوفوها مليحه. هذه هي ثاني هايله، هذه ديري زوج مغارف في لاصوص بلانش ترجع تهبل تختار. ها هي كي لاباط فيتي لقيتها بلا ما نسقسي. ها هي جامدة، مابقاش منها بزاف، مادام راهي تسبع منها بزاف تما راهي مليحة كيما قالولي. هذه العجينة المورقة، لاباط تاع بقلاوة، لاباط فيلو هذا. هذه الكنافة، لين عتلكم شوية حوايج. هذه الكنافة قطايف، ديري قطايف ديري بهم الكنافة، كل واحد كيف يسميها. شي هذا هذه لوبيا ولا نورمالمون جورين، جورين طاب. هذه لوبيا نورمالمون، لوبيا بصح مش خضراء. وهذا خرشوف، خرشوف مجمد سيتادير القرنون، هذا قرنون. وهذه بامية موندوغ، مليح موندوغ اللي قالوا لنا البنات اللي قالوا ماهوش مليح وماهوش واو، انا جاني واو. هذه 80000، هذه 80000 صغار 40. انا قالوا لي لاباط هذه مليحه، لاباط شي اللي جيت دير ما نعرف، مازال ما سقسيتش الزيت شري، مازال قد عفا 25. هذه ثاني مليحه، عجينة البقلاوه تهبل ما نعرف. ثاني مليح لي قراطه تعجبك هذا موندوغ. هي كنت نحكي عليه بزاف بنات اللي قالوا بلي ماهوش مليح ما جاناش واو، انا عجبني هذا يهب موندوغ. هي يهبل انا تاع سيترون، هذا ليكستري اللي تزيدوه مع بار اكزومبل كي ديروا طارت او سيترون ولا زيدوا هذا لاموز شويه برك باسكو ليكستري يكون قوي. وكاين هذا تاع فيلو تورك 800 غرام ب 85000، 35 هذه
شفتي جامده تقتل، نخليها هنايا ونطلع نجي بس ما بقاوش بزاف قلت لي تهزو. شكرا، خليها ثم برك. هذو لي بوش تاع كتان نهبلو، هذو شرينا كيفهم للدار المره اللي فاتت، شريتهم اختي يعني شوفوا لا كاليتي تاع لا بوش. هذه ب25 مليحه الكاليتي تاعها فيها، وهذه كتانه حتى هي سنين. نشوفوا هذه بشحال، هذه 35 كبيره، عطر الليمون. هذا لاغوم حتى هو، هذا ثقيل، شوف القوام تاعو ثقيل، تما ديرو جوست شويه ديال لوغو. وهذا سيرو تاع نعناع، كاينين حوايج راني نديكوفري فيهم معاكم. بالنسبه للبنات اللي جربوا هذا النوار يخليو لي في التعليقات، لانه من بعد راح نجرب هذا تاع القارص. جيت ندي هذه صبحتها زيت سلة اونكا كش ما يعجبني، كان طلعوا الفوق. كاين مواد التغليف، كاين حوايج هكا تاع ديكوراسيون، راح نديكوفريو مع بعضانا. واش كاين شحال نطيح. السلام عليكم. ما كان حتى واحد، حتى طلعت طفلة على جالي على بالكم. انا ديجا طلعت ننهج. هذه تاع لي كادو، هذيك لا بومب. كاين هذا تاع الكيل يهبل، هذا هز لكم لي ميزيغ تاع لي زانغريديون. شريني فايم ولا بابا. بالنسبه لا كريم فخاش اللي عندي في الدار كيما هذه، الا هذا وين تفكرتها كريم ليكيد، هذيك تاع لي غراتا ولي صوص بلونش ليتو، وهذه نتاع حلويات لا كريم شانتيي. جيت سيتي هذا حبيت نحكي لكم شوية على هذا البوراك اللي مستحيل نكون في رمضان ونراتيه. هذا البوراك حاجة سبيشال هكا، لوغو لا 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 البنة تاع الموت، سورتو اذا انت 30 يوم طيبي في لاكويزين اكيد راح تكرهي من بنة يدك وتحبي حاجة سبيسيال. هذا المحل جاي اون فاس لدار الثقافة حذا سوبيرات تاع حليم، هو يبيع البورك هذا غير في رمضان، يبيعوا بلي كروفات سون كروفات حتى العادي تاعو وبنين. ننصحكم تجربوه وما تراتيهوش، اكيد راح يعجبكم.
بالنسبه للمنيو تاع الليله راح ندير حوايج خفاف ظرف سهلين مهلين راح تكتشفوهم معايا. اول حاجه نديرها كي ندخل للكوزينه هي التحليه، لانه سهله مهله وما تحكمش اليد. اليوم قررت ندير فلون نوارا بذوق الليمون، هذه مده وانا حابه نجربه، لكن بما انه جات لوكازيون تاع رمضان هيا نجربه كيف كيف وند لكم رايي فيه. انا ندير 3 بواط في ايطرا حليب، علاش؟ باش يجي الفلون تاعكم متمسك وما يترعدش. ليسونسيال انا جربت هذا الفلون ولا فانت كونت النكهه ما كانش الذوق، لكن الريحه ريحه الليمون كاينه مي بنين. كاين بزاف اللي يحبوا يجربوا هذا البودغ مع وصفات الحلويات. درك واش راح نبريباري لليوم؟ راح ندير دجاج رولي، راح ندير في قلبه الفرماج. هذا شريت هذا الكونتيتي، هذه هكا جاتني 40000. تبعوا معايا كيفاش راح نديرو. نحيد الساشي درت هذه لا كونتيتي، راح نزيد عليها شويه فلفل اسود، شويه ملح، كثروش الملح باسكو راح ديروا الفرماج، شويه راس الحانوت، فلفل حلو احمر، شويه دبشه وشويه بصله وثوم. هذا ما بعرف نزيدو البيضة ونخلطو باش نديرو لاشابلوغ اللي هو خبز مرحي. نخلطو هاد المكونات كاملة، نزيدو لاشابلوغ منكثروش بزاف، خبز محمص مرحي منديروش بزاف، نديرو جوست مع يكون متماسك. أنا درت هكا 3 صغار زيت شوية ونميلانجي جميع المكونات مع بعضها. قولوا لي واش احب حاجه عندك في لاكويزين، نقول لكم هذا المغرف صغيره ومحيناها كبار بخاتيك. بعد ما ميلينا جميع المكونات مع بعضها كملوا تبعوا معايا الخطوات الجايه واش راح ندير. دوكا راح نفرش هذا البابي فيلم، وكاين يديروا بالبابي كويسون. امس شفت رمضانيه تاع ايناس بيوتي دارته بالبابي كويسون، موت عليها ايناس. نديرو كونتيتي مليحة هنا، بسم الله. الشكل النهائي تاعهم دوكا راح نديرهم يتفبروا في الكسكاس ونغلق عليهم. بعد ما قليتهم خليتهم يبردوا شوية وقسمتهم هكا دي غوندال كما راكم تشوفوا الشكل النهائي. شكل جاء يهبل ولوغو ثاني جاء يشهي، نتمنى كامل تجربوه. بالنسبة للاسوس بلونش خلطت معها هاد لاكريم فخاش اللي حكيت لكم عليها من قبل تاع إلا، راهي تتباع في كامل لي سوبيرات، ديروا منها غير زوج مغارف ولا لو ماكسيموم 3 وتختار لاصوص تاعكم. دركا راح نروحو لي سالي، حبيت ندير مملحات هكا خفاف وبنان محشيين بالجبن بلاباتفيتي اللي شريتها. كملوا معايا للاخير.